الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا بعقب انتهاء هذا الشهر المبارك أن نشكره سبحانه وتعالى وأن نكبره، فشرع لنا هذه العبادة العظيمة من ذكره جل وعلا. فإذا ما رؤي الهلال أو تمت العدة فإنه مما شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نكبره، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون الله جل وعلا على ما أنعم عليكم به من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. والله جل وعلا بيّن لنا أن من شكره زاده، وأن من كفره عذبه عذاباً شديداً. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه وتعالى يعطي المزيد من شكره وأحسن في حياته تمسكا بدينه الذي شرعه الله تبارك وتعالى لخلقه. وشكر النعمة إنما يكون بالاعتراف بها بالقلب باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وبتصريف النعمة فيما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد به، فلا يجعل شيئا في معصية الله تبارك وتعالى مما أنعم الله رب العالمين عليه به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع أيضا مما شرع الله جل وعلا أنه ما شكر الله من لم يشكر الناس، فجعل شكر الناس من شكر الله رب العالمين. وبيّن لنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا مما يتعلق بالنفس الإنسانية في حركتها وإرادتها، وقد عبر عن ذلك شاعر جاهلي قديم وهو عنترة، فإنه قال: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. وعلمت أن عمرا لم يشكر النعمة التي أنعمت عليه بها، ولم يبثها ولم ينشرها. وكفران النعم منفر للمنعم عن إدامة الإنعام. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. فبين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما شكر الله جل وعلا من لم يشكر الناس. وأما الغدر والخيانة وعدم الاعتراف بالجميل فليس من ديننا الجميل. وقد حكى بعضهم
قال دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب فقالت أتدري ما هذا؟ قلت لا. قالت هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه فلما كبر فعل بشاتي ما ترى وأنشدت بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشات ابن ربيب غذيت بدرها ونشأت معها فمن أنباك أن أباك ذيب فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. قال رجل للأحنف بن قيس بما ست قومك وما أنت بأشرفهم نسبا ولا أصبحهم وجها ولا أحسنهم خلقا. فقال بخلاف ما فيك ست قومي. قال وما ذاك؟ قال تركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. فبذلك ست قومي. خرج قوم لصيد فطردوا ضبعا والضبع أنثى الضباع حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فأجارها الأعرابي وجعل يطعمها ويسقيها. فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت فجاء ابن عم له يطلبه فوجده ملقى فتبع الضبع حتى قتلها وأنشد يقول ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري وأم عامر كنية الضبع ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري. أعد لها لما استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدوائري وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكري. وقديما قال زهير ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إن تعذبني فأنا أهل لذلك وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى شرع لنا الفرح إذا ما آتانا نعمة، كما قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله رب العالمين شرع لنا أن نفرح بالنعمة، وقد أنعم الله جل وعلا علينا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، والفرح منه مذموم ومنه محمود. فالمحمود من الفرح الذي أمر الله تبارك وتعالى به أن يكون فرحا بنعمة الله تعالى على العبد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا وما فيها. والله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته وجعل لهم في الدنيا أسبابا وجعلهم ممتحنين بما آتاهم من هذه النعم كيف يصرفونها، أفي مرضاته أم في معاصيه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل للدين شعائر، وإن من شعائر الدين العظيم هذا العيد المبارك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن أقواما انحرفوا عن هذه الشعيرة
ولم يجعلوها في موضعها، إنما جعل الله العيد فرحاً بانتصار الخير على الشر، بانتصار العبد على الشيطان، بانتصار الطاعة على المعصية، بانتصار النفس اللوامة على النفس الأمارة. وجعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يومين هما عيدان لها، يفرح في هذين اليومين فرحا شرعيا بعقب إتمام ركنين من أركان دين الإسلام العظيم، فعيد الفطر بعقب إتمام الصيام من شهر رمضان، وعيد الأضحى بعقب يوم عرفة وفي أثناء أداء الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو ركن الحج إلى بيت الله الحرام. الله جل وعلا جعل لنا يومين نفرح بهما فرحاً شرعياً وفيهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهل الجاهلية لهما يومان يلعبون فيهما، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: إن الله تعالى أبدلكما بهما خيراً منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذان يومان للسرور بنعمة الله تبارك وتعالى والحبور والفرح بفضل الله رب العالمين. ولذا كان رمضان قد انقضى، فإن عمل العبد الصالح لا ينقضي، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلم يجعل للعبادة غاية دون الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتقيه سبحانه حق تقاته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعمل العبد الصالح لا ينقطع إلا بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله. فلم يجعل لانقطاع العمل غاية دون الموت. وإذا كان رمضان قد انقضى، فإن الصيام مستمر طول العام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام العام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام العام. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مع صيام رمضان كصيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فذلك صيام الدهر، يعني صيام العام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه أن المسلم إذا أراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن يجعل ذلك أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للصوم على مدار العام خريطة واضحة، فبين فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وكذلك بين فضل صيام يوم عاشوراء وأن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة مضت. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير الصيام ما كان في شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس،
فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، يعني القرآن المجيد، إلى غير ذلك مما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان في رمضان من أمر القيام هو مستمر طول العام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل كما كنا نصلي نحن في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على قيام الليل، حتى إنه كان يقوم حتى تتفطر أو تتورم أو تتشقق قدماه من طول القيام بين يدي الله جل وعلا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، فهذا أمر مستمر طول العام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا بد من صلاة بالليل ولو كقدر حلب شاه، لا بد من الصلاة بالليل ولو هذا القدر اليسير. فهذه العبادات ممتدة طول العام، وإنما تتركز وتتكثف في رمضان لكي يكون درساً عملياً لما وراءه من الأيام. الصدقة مبذولة طول العام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ويدعونا إلى الصدقة ولو بشيء يسير، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والله جل وعلا أخفى رضاه في طاعته وأخفى سخطه في معصيته، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإنه ربما أتيت بطاعة وتكون في عينك يسيرة ولكنها عند الله تعالى كبيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: رجل ليس عنده إلا درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، سبق درهم 100,000 درهم. فهذا الذي تصدق بدرهم واحد تصدق بنصف ماله، فإذا هذا يؤثر فيه تأثيرا بليغا، فلم يبق سوى درهم واحد. وأما الذي تصدق 100,000 فإنه تصدق بها من عرض ماله، من ناحية من نواحي ماله، فالذي بقي كثير جدا، والأول نصف ما عنده، وهذا إنما أخرج 100,000 وإن كانت كثيرة ولكنها من عرض ماله. لذلك مع النية الصادقة والبذل سبق درهم 100,000 درهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينبغي علينا أن نستمر على الطاعات التي كانت في الشهر المبارك، وألا ننقطع عنها، وأن نعلم أن الموت يأتي بغتة. أيها الناس، تذكروا باجتماعكم في هذا المكان على اختلاف أحوالكم وتباين حالاتكم من رجل وأنثى وكبير وصغير وغني وفقير، تذكروا اجتماعكم بين يدي الله تبارك وتعالى على هذا التباين والاختلاف، وأنكم تأتون ربكم حفاة عراة غرلا، ثم تذكروا بانصرافكم وتفرقكم من هذا المكان كل يذهب إلى طيته، تذكروا انصرافكم من يوم الجمع العظيم من بين يدي الله الكريم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. عباد الله، إن الله جل وعلا أنعم علينا بدين الإسلام العظيم، وجعل الله رب العالمين الإسلام دين الخلق لا يقبل دينا سواه،
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الدين العظيم يأمر بالبر وينهى عن القطيعة، يأمر بالبذل وينهى عن البخل، يأمر بالعفة وينهى عن الفجور، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه دينا، ولا يقبل الله تعالى دينا سواه. وهذا الدين العظيم هو الدين الخالد، لو أن المسلمين تمسكوا بدينهم لرفعهم الله تبارك وتعالى فوق الأمم كلها. وآية ذلك وعلامته ما كان من شأن سلفنا الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية كانوا أميين جهلاء ليس لهم حظ ولا مشاركة في العلم ولا في الحضارة ولا في الرقي، فما لبثوا حين تمسكوا بهذا الدين العظيم وطبقوه على أنفسهم في أرض الله رب العالمين أن رفعهم الله جل وعلا حتى كانوا سادة الأمم وقادة الشعوب، وكان لهم من العز بعد الذلة ومن القوة بعد الضعف ما شهد به العالم كله. ونشر الله رب العالمين هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل حتى لم يبق بيت مزر ولا حجر ولا شعر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. فهذه آية تدلك على أن التمسك بدين الله جل وعلا عز كله وخروج من الذل جميعه. وقد علم أعداؤنا أعداء هذا الدين هذه الحقيقة، علموا أننا إن تمسكنا بديننا فإننا نكون فوق رؤوسهم وأننا لهم غالبون. وهذا معلوم قديما وفي هذا العصر الذي نحياه، فإن هرقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي. فعلم أن المسلمين إذا تمسكوا بهذا الدين الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يسودون العالم كله. وعظيم الروم هذا كان ملكا وكان عظيما على أعظم أمة من أمتين في وقته، ومع ذلك فبمجرد أن سمع صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه من هذا الدين العظيم حتى قال: لئن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين. ثم قال: ولو علمت أني أخلص إليه لغسلت قدمي وكنت تحت قدمي. يقول هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العصر الحاضر يقول رئيس من رؤساء وزراء البلد التي تحارب الإسلام في من يحاربونه وهي إنجلترا، يقول: ما دام هذا القرآن باقيا عند المسلمين فإننا لا يمكن بحال أن نسيطر عليهم، ولا يمكن لأوروبا أن تتوقع ما يأتون به ولا أن تمتنع منهم. لما علم أعداؤنا ذلك أرادوا أن يجعلونا بعيدين عن ديننا وأن يحرفونا عن صراط ربنا، فغزوا هؤلاء غزوا أرض الإسلام واحتلوا كثيرا من بلاد المسلمين، ولم ينفع الغزو العسكري فحادوا إلى الغزو الفكري العقدي، ونشروا ما نشروه من العقائد الباطلة
حتى انحرف كثير من أبناء المسلمين عن صراط الله المستقيم. رشاع اللذات والملذات والشهوات مبذولة على طرف البنان بين شباب المسلمين، وتفككت كثير من العرى وانحلت، وتصدعت كثير من الحصون. فينبغي علينا نحن المسلمين أن نتقي الله رب العالمين في هذا الدين الذي هو عزنا، الذي هو شرفنا. ينبغي علينا أن نتعلم ديننا وأن نتمسك به، وأن يكون كل منا لأخيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، إنما المؤمنون إخوة. الله رب العالمين أمر بالصلة ونهى عن القطيعة، وينبغي علينا أن نعرف كيف تكون الصلة. فإن أقواما يظنون أو يعتقدون أن صلة الرحم إنما تكون بأن تكون مكافئا لأرحامك، بمعنى أنك تصل من وصلك وتقطع من قطعك، هذه مكافأة وليست بصلة رحم. لأن صلة الرحم أن تصل الرحم المقطوعة، أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ. يعني الذي يصل من وصل ويقطع من قطع ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاجتهدوا في الإتيان بهذه الأوامر الشرعية التي دلكم عليها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسكوا بدينكم عباد الله. واعلموا أن هذا الدين يقال له دين التوحيد، فتعلموا التوحيد، فإنه لأجله خلقكم الله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. فالله عز وجل خلقنا لتوحيده، أن نؤمن به تبارك وتعالى، وأن نعبده وحده، وأن نخلص العبادة لوجهه الكريم، وأن لا نصرف شيئا من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة لغير وجهه الكريم. ينبغي علينا أن نتعلم التوحيد، لأن الزيغ عنه أمره شديد. فالله رب العالمين يغفر الذنوب كلها إلا الشرك لمن مات على الشرك. الله رب العالمين لا يغفر الشرك، وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو الشرك، كما أن أعظم طاعة يطاع الله بها هي التوحيد. فتعلموا عباد الله توحيد ربكم، واعلموا أن ذلك يتعلق بقلوبكم، ألا يكون فيها شرك، وألا يكون فيها شك، وأن ذلك يتعلق بألسنتكم حتى لا يكون فيها ما يزيغ ولا ينحرف عن صراط الله المستقيم في أمر التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم راجع صحابيا في حرف واحد، قال: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. فراجعه في حرف واحد يقول: ما شاء الله وشاء محمد، فجعل هذا تنديدا، اتخاذ ند مع الله رب العالمين. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل إذا قلتم فقولوا إن كان ولا بد ما شاء الله ثم شاء محمد. فالأمر جد لا هزل فيه. فإن رجلاً كما حكى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلان قد تآخيا، اتخذ كل الآخر أخاً له، وكان أحدهما مسرفاً على نفسه، وكان الثاني عابداً زاهداً متعبداً، فكان كلما مر على الذي أسرف على نفسه يلومه ويأمره بالكف عن معاصيه، فلما أثقل عليه قال: أبعثت علي رقيبا؟ فاستشاط غضبا فقال: والله لا يغفر الله لك. فدخل بينه وبين الله
فانظر كيف عاقبه الله. لا تدخل بين الله وبين عباده، ما لك أنت يغفر له أو لا يغفر له، ولكن ينبغي عليك أن تجتهد أنت في أن يغفر الله تعالى لك. فدخل في منطقة خطرة لم يخرج منها سالما، والله لا يغفر الله لك. قال الله جل وعلا: من هذا المتألي الحالف علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: فقال كلمة أحبطت أو أوبقت عليه وأهلكت آخرته بكلمة واحدة يكتب الله تعالى لك بها الرضوان حتى تلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض بكلمة واحدة. اضبط لسانك، أمسك لسانك كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك لا تخرج من غير حاجة، والزم بيتك وكن في مصالحك ومصالح أهلك. علينا أن نتعلم دين ربنا، فإن أعداءنا لما علموا يقينا أننا لو تعلمنا ديننا وتمسكنا به فلا يمكن لهم بحال أن يهزمونا، بل إن النصر يكون حليفنا لا محالة ولا محيد عن تلك الحالة. فأرادوا أن يحرفونا عن ديننا. وانظر إلى جماهير المسلمين، أين هي من توحيد رب العالمين؟ وأين هي من عبادات الإسلام العظيم؟ وأين هي من نظافة المعاملات المالية والاجتماعية والإنسانية والشرعية؟ انظر إلى هؤلاء الذين قد انحرفوا عن دين الله جل وعلا. تعلم أن أعداءنا قد بلغوا منا المبالغ، وأننا قد صرنا مهزومين في هذا المجال، والأمر قريب. فنسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة ديننا، وأن يمسكنا به، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين المخلصين الساعين لنصرة دين الإسلام العظيم. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على هذا الجمع يا رب العالمين، ولا تجعل فيهم مكروبا إلا فرجت عنه، ولا تجعل فيهم مدينا إلا أديت عنه، واجعلهم جميعا من المقبولين في يوم الجائزة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.